حبيت أشكر المركز الألماني على اهتمامهم وعنايتهم فيني خصوصاً بشعري. هذه هي ثاني جلسة للبي آر بي اللي تستخلصون البلازما من الدم علشان يحقن فروة الرأس. وهذه هي ثاني جلسة. من أول جلسة أنا حسيت بالفرق، فرق كبير أكثر من 70%. ثاني جلسة اليوم وإن شاء الله بعد شهر بعد في جلسة. ولكن أنصح الجميع بأنهم يزورون المركز الألماني لأن بالفعل عندهم جميع الحلول لجميع المشاكل اللي تصادفنا ويمكن ما نعرفونا نروح لها، فالمركز الألماني هو المكان الأمثل لنا.